السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: مقابر جماعية جديدة في العراق تؤكد حجم الإفلات من العقاب. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. أريد ولدنا، أريد يسوون لنا حال، إذا أحياء أريدهم، إذا ميتين أريدهم، وما حد يفعل يداعبهم. حشد أخذني. هذا ابني صار له سنتين مسجون، ولاده نبلا صوت، والله وعنده بيد، والله قلبتنا تقول وطوزه واستخطي شنو ذنبه، ابوه شنو ذنبه، احنا شنو ذنبنا، هو شنو ذنبه سنتين، يعني ما جعد الله، وعنده افراج، وما ادري شنو المعاناه مالته ما ادري، ما عنده امكانيه حتى ادفع مبلغ يعني استلمه. والجرحى من عندي يعني جمروا قلبي وخذوه، كنت مرتاح لا اطلع لا اروح ولا اجي، هم ساديني. والله ليل ونهار ما انا انام. الله وكيلك الليل كله قاعد. شو ما مشتاق له. اكو واحد يروح يجي قلبه يروح ما يتذكره. انا ما اشوف هسه بعيوني، والله ما اشوف. لا ليل ليل ولا نهار نهار. نطالب بولدنا، يا عالم يا ناس شوفوا لنا حل. ولادنا مسجوني مظلومي، ونريد من عندكم المساعدة لهم. والله مصيرهم على حمل التريلات، وهاي لهم 5 سنين السعينة، وليدي مظلومين، والله مظلومين يا ابي، بعد عيني يا ابا، والله يا ابا مظلومين، والله يا ابا، والله يا ابا مظلومين، والله يا ابا. عندنا ولدنا صارهم 4 سنين احنا ما نعرف عنهم كل شيء، بيت بيه 7 زلم كليتها راحت. واعدهم اي شيء ما عندهم اخذوهم ابرياء، مصيرهم وين راحن بيهم، نريدهم. طالب الحكومه، نطالب يا جيها المنظمات كلها، نطالب بيها ما نخلي جيها، ما نطالب بولدنا، وما نريد من الله غير ولدنا. حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام. تحول العراق إلى مقبرة جماعية تخفي فيها الميليشيات وفرق الموت الطائفية جرائمها وانتهاكاتها ضد العراقيين، حيث يتم اكتشاف مقابر جماعية جديدة لعراقيين مدنيين تم قتلهم ودفنهم في أماكن كان مسيطر عليها من قبل الميليشيات والقوات الأمنية في العراق. هذه المقابر تؤكد غياب العدالة والقانون والمحاسبة، مما دفع هذه المجاميع المسلحة إلى ارتكاب المزيد من القتل بدوافع شتى. وتؤكد المنظمات الدولية والحقوقية والقانونية أن هذه الميليشيات ترفع من مستوى جرائمها بسبب اطمئنانها أن لا أحد يحاسب، وبالتالي تفلت من العقاب لترتكب المزيد. آخر هذه المقابر الجماعية المكتشفة هي قرب سجن بادوش في مدينة الموصل، حيث تم العثور فيها على رفات أكثر من 500 مدني من المغيبين قسرا. مشاهدينا الكرام، لدينا مجموعة من الأسئلة نطرحها، وبإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليها. متى ستحاسب هذه الميليشيات على جرائمها؟ كيف يمكن الوثوق بالقضاء في العراق بعد التأكيدات الداخلية والدولية أنها مؤسسة فاسدة وخاضعة للضغوطات؟
أين من يدعون نصرة المظلوم في العراق في ظل الأعداد الكبيرة من المغيبين والمقتولين؟ هل هناك ضمانات على بقاء المغيبين على قيد الحياة في ظل اكتشاف مقابر جماعية جديدة بين فترة وأخرى؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها في هذه الحلقة، بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليها. نبدأ مع السيد أبو علي من الموصل، أول اتصال معنا في حلقتنا لهذا الأسبوع. تفضل يا أبو علي، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذي، أنا عندي ولدي 2، هذا اليوم 4 سنين وأنت اليوم 1. نعم. وأنا أريد أسألك سؤال، جاوبني عليه. أنا مو هنا مكان الإجابة يا أبو علي، أنا ما أجاوب، أنا فقط أطرح الأسئلة. شنو سؤالك طيب؟ عندنا رئيس دولة ورئيس الوزراء اليوم قالها صح المطلق، مو المطلق. قال خلي وزير أو رئيس دولة يقدر يتصدر في الصخر. طيب. قال خلي رئيس دولة أو وزير رئيس الوزراء وشنو يقدر يتصدر في الصخر. طيب. لأن أنا قلتها من قبل شهر كم جرف الصخر قواعد كلها أمريكية إيرانية وميليشيات وكلها حرس ثوري قاعد تتدرب، أنا قلت لكم عليها من قبل شهر ومسألة عن كلامي. نعم. إيه أنا سابي في اليوم قالها على الشرقية بنفسه صار المطرق هذا مو مطلق، عشان توي يقول أنا ما قدمت للانتخابات. يا أخي رئيس الجمهورية إذا يقولوا أنا مسؤول عن كلامي قالها هو أو رئيس الوزراء يسجل فرط آخر، ليش؟ نعم. يعني هيك الميليشيات حرس الثوري مسيطر ومعسكر أشرف. بعد عندك ما حد يقدر يوصلوا. نعم. البارحة رحنا على فتحة قدس الميليشيات المرشيدية. تقول ليش جايين جابوا شهيد من الناصرية. نعم. ما وصلوا لنا 3 أيام. وبين الفتحة نسوي له فتحة فوقها. طيب. احنا الله راح ظلمنا. يعني سيد ابو علي اريد اسالك، ولدك صار لهم 4 سنوات، منو اللي اخذهم؟ عندي ابني من الرشيديه كل شيء ما عنده داعي امام الله. نعم. خذوه. راح المخيم مضى فتره واخذوه. والاخر فقد مني بالمعركه هي هنا كل رمضان. منو اللي اخذه؟ الزغيرية تنعرف انه شلون ما سمعت احنا ما انهزمنا. نعم. قاموا يضربوننا اللخنا ردنا الاتهام على الجيش ضيحتوا قادي. نعم. هذاك خذوه من الرشيدية كل شيء ما عنده، واليوم 4 سنين ما خلعت. يعني ما تقولون يعني الجيش اللي اخذهم يا ابو علي؟ اي واحد منهم المرشدين الجيش اخذوه. والثاني؟ بس لا بعدين قاعد اركض ما خلت لهم 4 سنين يقولون الميليشيات خذوه. يعني الجيش يقول لك الميليشيات. نعم. هي اللي اخذته. لا اكدت ومن هنا ما اعرف قلبي. نعم. قالوا يابا الحشد كان هنا الميليشيات برشيدي وحي العربي. نعم. هذا فقط هنا لما هجم علينا الجيش وسلمنا. طيب. فقط قالوا ضربونا طرف وين وقتلنا. ما تحطم لا يسوي تقتل. جابوا البارحة شهيد من الناصرية من الحوت. نعم. راحت عليه العالم يرددوننا من الرشيد يقولون طب هنا نسولف فتحة النوم. دو عشان نسولف فاتح. كل شيء ما عنده. لأن احنا مثل ما يقول ما طول صارت مسيرة بالعراق. أمريكا الأرض. بس على الوجه جهزونا الشعب بسلاح وخلنا نقوم. طيب شكرا يا ابو علي، وصلت فكرتك، انا اشكرك، شكرا للمشاركه. السيده حنانه من الموصل ايضا، تفضلي يا حنان. حنان، سيده حنان نصي صوت التلفزيون لو سمحتي. نزل الصوت يا سيده حنان، نصوا واسمعيني من التليفون فقط، تفضلي. وليد من روح لك بدوان فقد بسد الباتوش لليوم بدأت أنا ما وقفنا حالي وياد وليدي بشار داود. نعم. يعني
بس عليك يا سيدة حنان حتى أفتهم، يعني اكتشفتوا أنه هو مقتول؟ ما ندري فيه، بنروح لك بدوة ماكو، وأنا أم بنروح لك بدوة. الله يكون بعونكم. أنا أم لقاتيك. منو اللي أخذها؟ منو اللي أخذها يا سيدة حنان؟ مفقودة أي داس، أنا في جنبادو سمعنا بي سمي من البصرة ودو في جنبادو وما ندري بي وصار. نعم. طيب منو اللي أخذه؟ الحكومة أخذوا ذولا اليمنى من روح لك بدوة وبري، والله العظيم بري، لا ماخذ ولا مبدي، إيش دم باطلة دمو. نعم. طيب سيدة حنان، إن شاء الله صوتك يوصل، يعني أتمنى أنه تلقون ابنكم على قيد الحياة ويكون بخير. أنا أشكرك سيدة حنان من الموصل. طبعا مشاهدينا الكرام، يتم اكتشاف مقابر جماعية بين فترة وأخرى جديدة في مناطق مختلفة من العراق. يتم اكتشاف المغيبين قسرا، هناك الكثير من المغيبين تم اكتشاف جثثهم في هذه المقابر، منها الأخيرة اللي هي قرب سجن بادوش في مدينة الموصل، بحديث المحافظة التي أكدت أن هناك أعداد كبيرة داخل هذه المقابر، ولا تزال فرق الطب العدلي تحاول الكشف عن هويات هؤلاء، وهناك أعداد أخرى موجودة تحت الأرض لا يزال الكشف عنها والبحث عنها مستمر. طبعا محافظ نينوان نجم الجبوري عقد مع مدير الصحة في المحافظة وعدد من المسؤولين مؤتمر صحفي أكدوا فيه العثور على المقبرة قبل نحو 25 يوم، وأشاروا إلى انتشال 123 جثة من المقبرة. يواصل كما قلنا، يواصل خبراء الطب العدلي فحص الرفات مع احتمالية ارتفاع عدد الجثث المستخرجة من المقبرة الجماعية. وأكد مركز توثيق جرائم الحرب وجود مقبرتين جماعيتين قرب سجن بادوش بمدينة الموصل، أشار إلى أنهما تضمان أكثر من 500 جثة تعود لمدنيين غيبوا أثناء معارك الموصل. تم انتشال حتى الآن رفات 123 جثة منها، ولا يزال هناك تحت الأرض الكثير، ولا تزال فرق الطب العدلي تخرج هذه الجثث وتسعى لكشف عن هويتها، هوية أصحابها. وبالتالي هي تأكيدات جديدة أن هناك جرائم وانتهاكات ترتكب في العراق في ظل غياب الفاعل وفي ظل إفلات الفاعلين من العقاب. معنا اتصال كيان من بغداد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله كيان، تفضل. شلونك أستاذ محمد؟ الله يسلمك، الحمد لله. طبعا تحية طيبة إليك. الله يبارك وللكادر والقناة الرافدين المحترمة الأصيلة العراقية 100%. الله يسلمك، أشكرك. أستاذ محمد اسمح لي، رحمة على والديك اسمح لي. أنا هسه أنا عزام كلمة ثاني، ما عندي لا نازح ولا مسجون، تمام؟ نعم. بس أنا أطالب بشدة بالإفراج على المعتقلين الأبرياء. نعم. هاي وحدة. وما أطالب هاي الحكومة الفاشلة، لا، أطالب مجلس الأمم المتحدة. نعم. أطالب كل خير وكل شريف يسمعنا من الدول. نعم. إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وأظهار المغيبين لأهاليهم، إن كان مذنب يقدمونه مذنب، وإن كان بريء يطلقون صراحة. نعم. هاي وحدة. النقطة الثانية، عودة النازحين إلى أهاليهم، يعني عيب أنتم حكومة فاشلة. نعم. يعني هذا النازح هذول أهمنا وأعرابنا وشرفنا. نعم. زحمة عليكم، عايشين بالصحراء، زحمة، عيب، استحوا، خجلوا. ما عندكم غيرة، ما عندكم ناموس، ما عندكم عرض، ما عندكم، يعني ما عندكم خواص، بنات، أمهات، أخوان. هاي الناس شنو ذنبه؟ مهجرين، ليش مهجرين؟ ليش ما ترجعون العالم لأهاليها؟ ليش ما تخلون الناس تعود المناطق؟ أريد أسألك سيد كيان، لما اليوم يتم اكتشاف بين فترة وأخرى مقابر جماعية، منها اللي تم اكتشافها في أماكن كانت مسيطر عليها من قبل الحشد ومن قبل القوات الحكومية، يعني حدثت هذه المقابر أو هذه المجازر في أماكن مؤمنة مثل ما تقول السلطة، برأيك المفروض في الحالة المنطقية
إلى من توجه أصابع الاتهام؟ وإذا كانت هذه المقابر تم اكتشافها في أماكن مؤمنة مثل ما تقول السلطة، أين الحساب والعقاب لهذه المجاميع الميليشيات وحتى القوات الأمنية اللي متورطة بسفك دماء العراقيين في المحافظات المنكوبة؟ أستاذ محمد، نعم، السلطة والميليشيات شركاء بهاي العمليات الما يرضى بيها أي إنسان شريف ومحترف. نعم. هذول الشركاء، الميليشيات من الحكومة والحكومة من الميليشيات. واحد زائد واحد يساوي اثنين أستاذ محمد. نعم. تمام؟ هذول الشركاء بهاي العملية، وهذول بالنسبة لهم طبيعية عندها، أنت تروح لهم للخضراء هم ما يحكمون عراقي، يقول لك يا عراق هم منتهين، يبوك هاي التي تشيلي وانتهى. نعم. الموضوع، الشعب يموت، ينقتل، شي يصير بيه خلي يصير بيه، ما يهمهم. نعم. ما يهمهم أستاذ محمد. أستاذ محمد، إحنا نطالب التدخل، التدخل الولايات المتحدة، التدخل أي دولة، أي دولة تحل هذا الأمر بالعراق، ونطالب الشرفاء بالعراق، بالعراق الشرفاء يطلعون، ونطالب مرة قصتك، ونطالب العشائر، العشائر تروح تروح سيارات وتقلب الدنيا جواب على موت تكتك، هذا تكتك، وعلى الوطن، الوطن هذا العراق الغالي ما بهم غيرهم ويقومون. نعم. رسالة إلى شيوخ العشائر الشرفاء الأصيلين، الأصيلين. نعم. فقط وقفة مشرفة ووقفة أصيلة ووقفة راقية الحل هذا الوضع يا ناس، وإحنا نصير لكم درع، إحنا نصير للعشائر درع بخدمتهم، بس يطلعون. نعم. ويقفون كلمة من عندهم إحنا بخدمتهم. نعم. دم 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 قتل 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 يا أخي، ما شبحتوا، ما مليتوا، هاي عيب، هاي عيب يا أخي. بس هو المن تحكي تقول عيب، المن تحكي تقول عيب كرامات إلك، لا هاي ما، هذول مو مال واحد يقولهم عيب، هذول مال واحد يطحنهم بالشارع، وعيب على العشائر الأصيلة، بس العشائر الأصيلة، أما العشائر هاي دمج مريتها. نعم. الأصيلة والسارة. سيد كيان، أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا. سيد كيان من بغداد. أدنى أبو محمود من الأنبار، تفضل يا أبو محمود. ألو، السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. حياك الله. احنا أول بداية نشكر قناتكم الشريفة. الله يسلمك. ونشكر هذا المنتصل، هذا زلمة شريف. نعم. هذا من الشرفاء المنتصل. نعم. واحنا نشكره وجزاه الله بالخير، وأنا ما أعرفه من يا محافظة، بس احنا ممنونين إليه على هذا الكلام ماله. نعم. لأن هذا الكلام مال واحد شريف. وهاي الحكومة ماردن ما خفتها، ما نقدر احكي، اللي يدورون انتخابات بروس ولد الخايبات. نعم. اللي احنا هسه انا لا ما يمرنا عيد ولا تمرنا حتى جمعة مال الاسلام ما جاي تمر علينا. نعم. الجمعة مال الاسلام نتعقد بها، نقعد بالجامع نقول نبكي بالجوامع. فعمي احنا شو ندعي هذا الشخص؟ ندعي له ان شاء الله بالتوفيق ورحم الله والديه وجزاه الله بالخير، وهذا زلمه شرف. واحنا هسه مثل ما تفضل احنا ناشد العشائر الشريفه. نعم. وكل شيخ شريف وكل واحد لابس عقال ويقول انا شريف، حتى بالدول العالميه، مو بس شيوخ العراق، شغل العراق بعد ما نريدهم عمي. نعم. شغل العراق هم قاموا يدورون مناصب ويدورون كراسي. نعم. هاي كلها يدورون شيوخ العراق، هاي الشيخ بالعراق هسه الشيخ بالعراق هو شيخ كرسي. نعم. شيخ منصب عمي. فاحنا ولادنا نطلب من الله ومن عندكم، تناشدونا الدول العالميه، تناشدونا. نعم. الدول الاسلاميه، والله تعبنا، والله ما عندنا اعصاب. يعني انا هسه برقبت 13 نفر جالي وهم مندلهم وين ما وين، انا شو اسوي؟ نعم. وانا منتصر لكم على دائما، منتصر لكم على طول استاذ محمد. سيد ابو محمود، يعني اليوم لما نشوف مقابر جماعيه يتم اكتشافها بين فتره واخرى، طبعا انا ما نعم. ما اريد يعني اكئبك او احبطك بهذا الموضوع. نعم. لكن نتمنى ان شاء الله اولادك يكونون بخير، لكن شنو الضامن انه اليوم اللي يتم تغييبهم واعتقالهم يبقون على قيد. نعم. الحياة في ظل اكتشاف مقابر بين فترة واخرى، وفي ظل عدم. نعم. وجود قانون يحاكم او يحاسب اللي. نعم. ارتكبوا هذه الانتهاكات. نعم استاذ محمد، جاي يطلعون اللي يريدون يطلعون، ومقول لا تقولوا لحد استاذ محمد، احنا ولادنا موجودين استاذ محمد. نعم. الله يخليك، بس ما عندنا نسأل علي تقول لعم طلع اولادنا ايش قاعد تريدون،
عمي جاي ينصبون علينا عمي، التغار ما يمكم ما يزدنا عمي، احنا حالنا حال عمي. احنا فوق ولادنا ما لنا راح، بيوتنا راحت. وين نروح؟ انا سلم كابا خير معجر الجار عمي. يعني لا بيت ولا شيء عمي، الله كيف كل شيء ما عندنا. احنا العباد من طلع دار القطريين كلنا احنا دمنا وروسنا وولدنا براس العبادي. من الله لا يوقف كل عباد ان شاء الله. جاء السميع العليم الله لا يوفقه ولا يزاب الخير، هو يضم ولادنا. ولادنا بطن العبادي، والعبادي ما طلع عم ولادنا، احنا دمنا ودم رقابنا ولدنا برقبة العبادي. سيد ابو محمود الله غير على العبادي. نعم انا اشكرك للمشاركه سيد ابو محمود من الانبار. اتمنى صوتك وصل ورسالتك وصلت وموضوعك موجود ان شاء الله دائما ويانا، حضرتك من المشاركين الدائمين، وطبعا قضيتك لا تزال قائمه، ونتمنى ان شاء الله ان يكون هناك حل لملف المغيبين والمعتقلين، وان يكون هناك رادع لهذه المجاميع المسلحه التي تقتل وتغيب بلا حساب ولا عقاب. ومطمئنه ان هذا القانون مثل ما قال هادي العامري في لقاء سابق، القضاء والقضاة يتاثرون بالضغوطات، ومثل ما قالها جمله صريحه ابن ام الما يتهدد. هذا كلام من في السلطه، هذا كلام اغلب من في العمليه السياسيه اذا ما كانوا كلهم يؤمنون بهذا المبدا، مبدا شراء الذمم بالاموال، مبدا التهديد بقوه السلاح. عندنا ابو منتظر من صلاح الدين، تفضل ابو منتظر. ما موجود ابو صلاح من بغداد. ايوه عيني. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا من المحاربين القدماء، معوق من معوقي قادسيه صدام. طيب نعم تسمعني؟ اسمعك. أنا عندي اصابه، عندي ضرر كامل بالعصب. نعم. وحدث لي جرح صار شهرين. نعم. يا اخي استاذ محمد اسمعني، الله يرضى عليك استاذ محمد. اسمعك. يا اخي والله العظيم اني استعاني حصل لي 10000، عشت علاجي ب 25. نعم. تسمعني؟ الأمرأة ميسورين ب 15. نعم. تداوي 5000. نعم. زرق العمرة والنقل 5025، يعني يا اخي كان دورك علاجات الله يرضى عليك. نعم. يعني الحل شلون نسوي؟ احنا حاجة ايش يجي ذبيتونا بالشارع؟ ليش؟ مو احنا اصحاب الدماء الزكية اللي دافعت عن العراق. نعم. وحلة العراق ورفعت اسم العراق. يعني ليش يجي ذبيتونا بالشارع؟ ليش؟ اتصل واحد قبل فترة حكينا وياه قال كل اللي قاتلوا ضد ايران بالحرب ذولا عملاء وخونة، واللي قتلوا عملاء وخونة. هذا مبدا من ذول الموجودين اتباع ايران. سيد ابو صلاح، اتباع ايران الموجودين بالعراق اللي تحركهم ايران ينظرون اليكم بهذه النظره، انتم من وجهه نظرهم بعثيه متحزبين من زمن صدام محسوبين على النظام وما لكم علاقه بالوطن، انتم خونة، هكذا ينظر اليكم البعض. شنو ردك على هذه الألسن اللي تتهم من دافع عن العراق بهذه الاتهامات؟ هاي الألسن أصوات يعني نشاز وأصوات يعني ما تحب العراق ولا هم عراقيين. وإحنا عراقيين وصلاة ودافعنا عن العراق ودفعنا أنهار من الدم. نعم. ورفعنا اسم العراق عالي بالثمانين أستاذ محمد. نعم. كان الجواز العراقي جولة. كان المباراة في كل دول العالم احنا ندخل نشارك. هسه الجواز العراقي يمكن درجة 30، ما ادري درجة 35. العراقي اصلا من يروح بالخارج ما حد يحترمه استاذ محمد. نعم. يعني انتم سووا لنا حاجة، يعني ليش تعرفتونا؟ ليش؟ نعم. اسمعك يا ابو صلاح، تعتقد هاي الحكومة اليوم اي حكومة موجودة ضمن هذه الاحزاب ممكن تسوي لك شيء انت وشريحه كبيره من المتضررين؟ اسمعني استاذ محمد واسف لهذا اللفظ، هاي الحكومه تشمرنا بحاره الزبد. نعم. تسمعني؟ اسمعك. يعني انت ليش ما تسوون؟ يعني سوينا برنامج خاص فت وقاس يا اخي مال المحامين القدماء، انا اكثر من مره حكيت كل القنوات. انا اسم اعلامي لامع او معروف
بكل القنوات مسجل لقاءات. زين سووا لنا برنامج مال المحاربين القدماء، استضافوا عمي القاده، استضافوا الامرين، استضافوا الضباط، استضافوا المعازيم حتى يحكون للعالم، ما يحكون الزانة. يا اخي ذول اللي هم اعداء الجيش. نعم. ابو صلاح من بغداد، انا اشكر حضرتك للمشاركه. احنا نطرح القضايا بشكل عام، نتوغل احيانا في ملفات معينه، ملفات تكون يعني مؤثره بشكل كبير في الساحه العراقيه. طبعا انتم مو معناها انه شريحتكم او المحاربين القدامى مثل ما تفضلت حضرتك بانهم مهمشين، انتم جزء من المجتمع العراقي اللي دي يحصل عليك دي يحصل على الجميع. ومن نطرح الملفات ان كانت متعلقه بالصحه، ان كانت متعلقه بالامان، ان كانت متعلقه بالمخصصات للمتضررين او المحتاجين من رعايه اجتماعيه وغيرها، انتم داخلين ضمن هذه الفئات وبالتالي محسوبين. يبقى الحديث مشاهدينا الكرام عن المقابر الجماعيه الجديده المكتشفه في العراق في ظل غياب قانون رادع. منظمه هيومن رايتس ووتش تؤكد ان ارتفاع مستوى الجريمه في العراق على يد هذه الميليشيات يؤكد الافلات او حجم الافلات من العقاب في ظل الاكتشاف المستمر لمقابر جماعية بين فترة وأخرى. معنا اتصال السيد معاوية من الجزائر، تفضل يا معاوية حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاوية من الجزائر، أهلا وسهلا. والله يا أخي هذه الميليشيات الإرهابية الإيرانية التي ما فعلت الشعب العراقي الباطل والله لائف. نعم. وهماهم الخوانة الهادي العامري والسيستاني نعله الله كلهم هذو إرهابيين. بدون تجاوز، بدون تجاوز يا معاوية، بدون تجاوز سيد معاوية. لا لا بقت لي نفسي يا أخي، نحن في المغرب العربي الجزائري أنا نبكي على العراقيين الأصليين. نعم. الذي دفعوا على أصلهم، كاينين عراقيين أصليين. نعم. حتى الشيعة أصليين حاربوا في الحرب الإيرانية العراقية ماتوا شهداء ولم سمحوا. شكرا. نعم. شكرا يا معاوية من الجزائر للمشاركة. نتحفظ طبعا عن التجاوزات التي حصلت ونقدر الانفعال، لكن نتمنى من الجميع أن دائما يلتزموا بأدب الحوار، لأنه بالنهاية يعني هناك ألفاظ تخرج أو مصطلحات تخرج تؤثر على شريحة من المجتمع العراقي. يعني هناك بالنهاية أتباع لهذه المرجعية، وبالتالي يجب أيضا أن يكون هناك تفهم. أسامة من كركوك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. أشكر هذا البرنامج وعن ثمين عبد الله. الله يسلمك حياك. موضوع حولك أخي محمد. الموضوع اليوم سيد أسامة أنه تم اكتشاف مقبرة جماعية أو مقبرتين جماعيتين جديدتين قرب سجن بادوش في مدينة الموصل، بها أكثر من 500 جثة. لا تزال فرق الطب العدلي أو وزارة الصحة تقوم باستخراج هذه الجثث، ويتم اكتشاف بين فترة وأخرى مقابر جماعية في أماكن كان مسيطر عليها من قبل الميليشيات والقوات الحكومية ولا تزال. نسأل، لماذا لا يوجد عقاب لهذه المجاميع وهذه الميليشيات التي ارتكبت هذه المجازر؟ مجزرة الإسحاقي، حتى بس لا أطول عليك الموضوع حتى تكون فاهم الصورة، مجزرة الإسحاقي في محافظة صلاح الدين، أكدوا شيوخ عشائر الإسحاقي أن ميليشيا الحشد هي المتورطة بقتل أبنائهم، بقتل الذين تم اكتشافهم في تلك المقبرة. السؤال، وين القانون الرادع؟ وين الحكومة اللي يوميا تخرج شهادات من شهود عيان وجثث بأن هناك جرائم ارتكبتها ميليشيات الحشد أو حتى القوات الأمنية؟ تفضل. محمد، بالنسبة للمقابلة الجماعية هي كيف يعرفون هم الحاكم وهم الخصم؟ كيف يعرفون من الأخير محمد؟ نعم. هم بين الشغلة من قتل، يعني هل قتلتهم دولة جيبوتي أو موزمبيق؟ هي كده من الاشياء تقتل وتذبح وتدفن بدون حسيب ولا رحيم. نعم. من يحاسبهم؟ انا اسال اي كلام منكم، من يحاسبهم؟ ما حد يحاسبهم. هم واليهم مآمرها. كيف؟ فهاي شيء عادي طبيعي يوجد الاف المغيبين. تتوقع في ظل غياب القانون انه ممكن يتم اكتشاف مقابر جديده بالفترات القادمه؟
محمد آلاف المقابر مو مقبره مؤخذه مرتين. نعم. هاي ما خفيه كان اعظم اخي محمد. نعم. يعني هاي الناس اللي يخطفوا واللي تغيبوا لا موجودين بالسجون ولا محكومين، وين راحوا؟ اكيد اعدموهم ودفنوهم مقابر جماعيه. هم يقولون هم يعني هم يدفعون قاده الميليشيات يبجحونهم ويصورون وما خايفين، يعني يبدو انه امنين من عقابه اخي محمد. هذا يخلينا نسأل عن مصير المغيبين. اليوم عشرات آلاف المغيبين في العراق بحسب التقارير الدولية من الصليب الأحمر وهيومن رايتس ووتش اللي يقولون بأنه من 250 ألف إلى مليون شخص مفقود ومغيب في العراق. احنا اليوم نسأل عن مصير هؤلاء، ونسأل طبعا حضرتك أن ننتظر منك إجابة أيضا عن رأيك بدور الحكومة بالتعاطي مع هذا الملف، أنه هل هي جادة فعلا بإيجاد أو البحث عن هؤلاء المفقودين، أم خلص انترك الموضوع للميليشيات وفرق الموت أنه تصفي بيهم براحتها؟ مثل ما تفضلت يا محمد، الحكومة ما راح تبدأ تحقيق أو تكشف أي مقبرة لمن تعود، لأن هي الميليشيات ضمن الحكومة والمجتمع الدولي السمسار اللعين، المجتمع الدولي اللي نتوصل له الحكومة أكام جاد وحقيقي مجتمع دولي مثل مجرمي البوسنة والهلسك يشكلون لجان تحقيقية ومحاكم دولية مثل ما حكموا مجرم جزار سرين البوسنة والهلسك، يعني دول أكثر إجرام من جزار البوسنة والهلسك. فلا تأمل من الحكومة أن تخرج التحقيق للملأ. طالما موجودة هاي الأحزاب يا سيد أسامة، طالما وجدت هذه الأحزاب اليوم في العراق، شلون يضمن المواطن العراقي الحق والقانون إذا هم لا يزالون موجودين ويرشحون نفسهم للانتخابات وقاتلين نفسهم اليوم مستقتلين هم حتى تتم هذه الانتخابات من كل الأحزاب الموجودة في السلطة؟ شنو الضامن أن هم حيكونون فعلا الحكومة اللي يتمناها كل عراقي إذا هم ما حققوا شيء طيلة 18 سنة؟ أسامة، ما يحققون أي شيء محمد. نعم، ما يحققون ولا تأمل منهم خير، لأن الذئب ما يصرح يلغي، مستحيل. هذول ذئاب، هذول ذئاب مجموعات عن ذئاب قتل مجرمين. نعم. أنا أشكرك يا سيد أسامة من كركوك، شكرا جزيلا لك للمشاركة. عندنا سيد داود من واسط، تفضل. عمي ابني، تفضل يا داود. ودول بادوش من البصرة، ودول بادوش في 2014. نعم، للأسف فقدنا الاتصال مع السيد داود، أرجو منه يعاود الاتصال بنا مرة ثانية. خلونا نقرأ بعض الرسائل الواردة مشاهدينا الكرام. عندنا رسالة من محمد بن الموصل يقول: شلونك أخويا؟ أنا أبويا نقيب، أخذوه الجيش خلال شهر واحد حكموه بالإعدام، حسبي الله ونعم الوكيل، احنا نطالب بالعفو العام وهم نقلوه إلى الناصرية، خلال شهر واحد تم الحكم عليه وهو نقيب بالجيش أو الشرطة، أعتقد الجيش يمكن. نعم. عندنا رسالة من أبو حاتم من الموصل يقول: السلام عليكم، تحية طيبة لك أستاذ محمد وللجميع. يقول أستاذ محمد: العراق وشعب دولة عربية ذات سيادة كاملة وتاريخ مشرق ومشرف وذات حضارات عبر التاريخ، وله الحق بالعيش أسوة بدول العالم يعيش، واليوم العراق يعيش حالة فوضى عارمة بيد ميليشيات صنع الاحتلال ليس لديها سيادة أسوة، أو الاحتلال ليس لديه سيادة أسوة بدول العالم، وهذا يوقع اللوم على المنظمات الدولية الكبرى، القضاء والمحكمة الدولية، الأمم المتحدة، مجلس الأمن وعدم الانحياز، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والجامعة العربية، ومنظمة المجتمع المدني. والسلام عليكم. عندنا رسالة من إحدى المشاركات، السيدة أم علي: السلام عليكم، أنا أم علي، ابني عند تنازل 4 سنوات إلى 6، غير يطلع والله بريء، الباق هو ابنهم عند مفتاح المحل، راح باق طلعوا أهله وذبوها براس ابني، هسه ابني بالتسفيرات يم ملاعب الشعب، أبو اللي سرق انطى فلوس وطلع ابنه وهزمه خارج العراق،
تقول أريد ابني والله دنموت وهو المعين أنه أطفاله حيل تعبانين، المحاكم دمرتنا، أنا ابني بريء كان بالدوام، أخذوه شاهد أبو الأولاد اللي سرق، أبو الولد اللي سرق حتى يخليه مكانه، ابني كان سايق. يعني نتكلم عن قصة أو عن مشكلة حصلت معها وتم اتهام ابنها بحسب حديثها بتهم باطلة وحكم عليه بدلا من السارق الحقيقي بسبب دفع والد السارق مبلغ مالي لإخراج ابنه من المعتقل أو من السجن وتهريبه خارج العراق. وهذه طبعا حالات موجودة بالفعل في العراق اليوم، اللي متهم حتى بأربعة إرهاب مثل ما تقول السلطة بإمكانه أن يخرج إذا دفع مقابل مادي. وهذا يطرح سؤال على قاسم مصلح، شلون طلع هو متهم بأربعة إرهاب خلال بضعة أيام في حين هناك الكثير من الأبرياء الذين اتهموا بهذه التهم لا يزالون يقبعون في سجون ومعتقلات السلطة والميليشيات. عندنا اتصال السيد صباح من بغداد، تفضل حياك الله. أهلا محمد، أهلا وسهلا. بالنسبة لموضوعكم المغيبين والمقابر الجماعية، نعم، اللي من 2003 شهد العراق يعني على إيد اللي يحكمنا حاليا وعلى إيد القضاء الفاسد المسيس اللي تابع القضاء اكتشفناه تابع إلى أحزاب. نعم. والدليل أخير دليل على كلامنا أن قاسم مصلح بالفترة الأخيرة هاي الحادثة اللي صارت، نعم، تم إطلاق صراحة بأقل من 10 أيام، وأكو أدلة عليه وإثباتات أن قاتل ومجرم يقتل بالناشطين السياسيين في الجنوب وماخذين راحتهم. وين القضاء؟ ليش الأبناء السنة الموجودين بالسجون صار لهم أكثر من 8 سنوات قضاياهم لم يعني ينظر به لحد الآن؟ نعم. يعني أكو ناس على ذمة التحقيق 8 سنوات و6 سنوات و5 سنوات واعتقالات عشوائية. نعم. مجرد أنهم ينتمون المناطق، مناطق يعني مناطق معروفة ألمن مثل، نعم، الموصل أو صلاح الدين أو ديالة أو حزام بغداد والأنبار وجرف الصخر، هذا موضوع، نعم، القضاء. أما موضوع المقابر الجماعية اللي جاي يكتشفوها بين فترة وفترة بكل الرفحاتية وغيرها أكثر من حادثة صارت طبعا، نعم، ومقابر جماعية بالصقلاوية والرزازة ومال، نعم، العلم ومال البعجيل، يعني مقابر جماعية ضم آلاف، نعم، مؤلفة من أبناء السنة. يعني ما شفنا احنا سياسي سنة طلعهم يحجون بقوة مثل ما يطلع سياسي حزب الدعوة وبدر والعصائب والصدرين وغيرهم من يطلعون يتهجمون. حتى لو طلعوا وحجوا، شنو اللي حيغير كلامهم من الواقع؟ هم قدروا يقدمون شيء لمحافظاتهم اللي تعيث فيها الميليشيات فسادا واجراما طيلة سنوات ولا تزال، قدروا يقدمون شيء لأبناء المحافظات اللي لا يزال بعضهم مهجر بالمخيمات والبعض الآخر يسكن في العراء؟ مش قدموا حتى كلامهم ممكن يقدم شيء؟ أستاذ محمد، احنا بالفترة الأخيرة طبعا جريمة سبايكر يعني، نعم، جريمة مروعة، نعم، وكلنا احنا مراضين عليها، وذول ان شاء الله الله يرحمهم اللي اجرم بيهم، نعم، تنظيم داعش الإرهابي. شفنا، نعم، احنا الإعلام العراقي وشفنا بعض السياسيين شون ينفخون في الطائفية وخلهم الشارع الآن ملتهب في صلاح الدين وحزام بغداد وغيرها، نعم، ويحرضون على عشائر بكل بالكامل. نعم. هذول السياسيين مال هاي المناطق ما حط له حجب قوة ضد هذا الإعلام المحرض أو على ناس جاي يحاربون بالطائفية. احنا من الشارع العراقي ما يتحمل الآن أي حرب أهلية أو طائفية. نختصر الموضوع بكلمة واحدة، نور المالكي أو هذا الشخص هو المسؤول الأول عن كل ما جرى في العراق من دخول داعش ومجزرة سبايكر وسقوط الموصل وسيطرة هذا التنظيم على محافظات كثيرة وجزء كبير من العراق. نور المالكي وين من الحساب؟ طبعا نور المالكي هو الرجل الأول المسؤول على كل دماء الأبرياء اللي زهقت في المناطق الجنوبية والغربية. نعم. نور المالكي هو كان مسؤول القائد العام للقوات المسلحة، وهو اللي صرف المليارات الدولارات بتأسيس حشد ميليشياوي، وهو اللي يعطى الأوامر إلى بعض القادة في الموصل وصلاح الدين والأنبار وغيرها في انسحاب الجيش والشرطة الاتحادية في سبيل تدخل فلل من المجاميع الإرهابية
سيطر على الموصل. نعم. هو اللي قبل يوم بدل قائد قوات الفرقة الثانية بالموصل. نعم. بيوم واحد يبدله وثاني يوم يعطي أمر القائد الجديد إلى انسحاب كل الجيش وخلوهم يسموهم جيش الدشاديش. أي. فالجيش ليش ما قاوم بالموصل؟ الاتحادية ليش ما قاومت الفرقة؟ طيب حتى لا نتوسع بالفكرة حيل، أنا بس أريد سؤال أسأل حضرتك وأريد إجابة. اليوم لما احنا دا نشوف حكومة عاجزة بل متواطئة مع الجنات ضد العراقيين، الحل برأيك من أين سيأتي؟ من اللي يقدر اليوم بالعراق يحاسب كل من انتهك حرمات مدنيين أو قتل أو ناس أبرياء أو تسبب في تغييب الكثير من المدنيين الأبرياء؟ من اللي حيقدر يحاسب اليوم في ظل العراق الحالي؟ هو المواطن العراقي والشارع العراقي والمتظاهرين هم. نعم. اللي يحاسبون، أما كقضاء وكسياسيين وكأحزاب ووزير دفاع ووزير داخلية وأبو أمن وطني كلهم ناس. نعم. فاسدين. نعم. القضاة فاسدين، ضباط تحقيق فاسدين، الكل مشترك بالجريمة الموجودة حاليا هي إبادة شعب كامل. نعم. الشارع العراقي والمجتمع العراقي هو القادر الوحيد على إزاحة كل هاي الأحزاب والميليشيات العفنة اللي دمرتنا وجاي تدمرنا العراق. نعم. الآن جاي يرجع مئات السنين اللي ورا، يعني حاليا لا كهرباء لا زراعة لا ماء لا أمان لا استقرار لا قضاء عراقي حقيقي، عايشين بظل حزب الدعوة ومن لفة لفهم اللي جون على ظهور الدبابات والشعب تايه. فالشارع العراقي هو الوحيد القادر على إزاحة كل هذول. طيب. وإن شاء الله ثورة تشرين هي اللي تزيحهم بالكل. شكرا جزيلا سيد صباح من بغداد. خلونا نقرأ بعض الرسائل المشاهدين الكرام. أدنى رسالة من أحد المشاركين يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة إلى قناة الرافدين. أخي العزيز، الميليشيات الموالية إلى إيران تقتل الشعب العراقي، والشعب العراقي يعلم بهذا جيدا، فيجب على الشعب العراقي أن ينهض نهضة واحدة يكنس هؤلاء الطاغية الذيول الذين لا يخافون الله، أو الطغاة يقصد. عندنا الحاجة أم أياد من بغداد تقول: السلام عليكم، هذول حرام أحد يسميهم حكومة، كلهم عصابات. الأبرياء شنو ذنبهم؟ نايمين بالسجن، لو عندهم غيرة وشرف يقاطعون الانتخابات وما يصير انتخابات، الله لا يوفقهم. والحلبوسي لو عنده غيرة يساعد العالم اللي نايمة بالسجون والمهجرين اللي بالخيم، أحسن ما يعرف بس يأخذ الرواتب. عندنا رسالة أيضا من أنوار من الناصرية تقول: السلام عليكم أخوي محمد، أنا أنوار من الناصرية، أخوي مسجون محكوم إعدام من حكم ظلم، أخوي علي أدلة كاذبة وشهود جابوهم بفلوس، والله حتى المحامي دفعوا له رشوة حتى يثبت التهمة على أخوي، وهسه هو بالسجن بسجن الحوت، نطالب بالعفو العام. أرجو من قناتكم الكريمة توصل صوتي، أخوي اسمه أحمد عذاب خشان، وناشد كل شريف يفزع الهاي الأبرياء. مشاهدينا الكرام، تؤكد منظمة الصليب الأحمر أن العراق، الصليب الأحمر الدولي العراقي، يمتلك أكبر عدد من المفقودين في العالم مجهولي المصير. هذا منظمة الصليب الأحمر الدولية. إحصائيات سريعة وأرقام سريعة من عام 2011 لغاية اليوم. في 2011 14 أيار تم العثور على مقبرة جماعية تضم 20 شخص أعدموا ميدانيا في مدينة الفلوجة. في نفس السنة 2011 شهر 9 يوم 9 أيلول شرطة صلاح الدين عثرت على مقبرة جماعية لـ40 شخص في ناحية العوارة بالدجيل. 2019 آب تم دفن عشرات الجثث مجهولة الهوية في النجف، عثر عليها في مناطق شمال بابل. في 2019 أيضا كانون الأول مقبرة جماعية بالصقلاوية وقرية الفياض، مقابر جماعية في الصقلاوية وقرية الفياض جثث لمدنيين تضم. ب 2020 مقبرة في جنوب تكريت تضم عشرات الجثث. 17 أيار 2020 مقبرة جماعية قرب ميليشيا العصائب في النهروان شرق بغداد. 30 حزيران 2020 اكتشاف مقبرة جماعية تضم 600 جثة في الموصل وتل العفر. يعني اكو أرقام قبل ظهور داعش. 23 آب 2020 العثور على مقبرة تضم جثث مدنيين في منطقة الصدر، صدر اليوسفية جنوب بغداد. ب 2021 في بداية السنة كانون الثاني في الإسحاقي، سكان الإسحاقي يعثرون على مقبرة جماعية في منطقة جالي لأبنائهم المخطوفين جنوب تكريت. 6 أيار 2021 مقبرة جماعية قرب سيطرة الصقور قرب مدينة الفلوجة. 13 حزيران 2021 توثيق مقبرتين جماعيتين قرب سجن بادوش في مدينة الموصل تضم نحو 500 جثة.
ولا تزال هذه الأرقام ترتفع، ولا تزال المقابر الجماعية تكتشف بين حين وآخر، والحكومة صامتة وتسعى إلى انتخابات لتثبيت الوجود. مشاهدينا الكرام، وصلت وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.